في هذا الفيديو غنصحح مجموعة من المعلومات المغلوطة حول واحد الموضوع مهم جدا جدا، اللي هو الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والحمل. واش سيدة إلى لقات راسها حاملة وهي كترضع واش خصها توقف الرضاعة؟ هنا للإشارة فقط غنشير واحد النقطة مهمة. بزاف ديال السيدات كيعتقدوا بأن الرضاعة الطبيعية الحصرية هي وسيلة كافية لمنع الحمل، وهذا خطأ. يعني كاين سيدات كتصدق معاهم وكتكون الرضاعة الطبيعية كتمنع حدوث الإباضة، لكن بزاف ديال السيدات آخرين اللي واخا كيرضعوا رضاعة طبيعية حصرية وكتكون مثلا ما كتجيهاش العادة الشهرية كتحدث الإباضة وكتلقى راسها حاملة. فنرد البال الامهات يعني كترضع لقيتي راسك حامله، واش صافي خصك توقف الرضاعه لان الحليب كيولي مسموم على الرضيع وغادي يسبب له مشاكل، ممكن الحمل ديالك يتعرض لمشاكل الى اخره؟ واش هاد المعلومات هادي صحيحه؟ واذا كنتي غادي تكمل في الرضاعه ديالك واخا حامله، شنو هي الشروط اللي خصك تلتزم بها؟ عامه يمكن جدا الجمع ما بين الرضاعه الطبيعيه والحمل. يعني لقيتي راسك حامله وانت باقي كترضع، طفلك باقي صغير، باقي ما كمل سنه، غاب شويه عليك، غارتاح بلا ما تخاف. لان كنقرا شي مرات في المجموعات ديال الفيسبوك وزاد ديال الامهات كيتخلعوا، انا باقي كنرضع وكنت راسي حامله، خصني نفطم ولدي، كيفاش غادي نعمل الى اخره. كتكون مخلوعه من الفطام وباغا تفطم ومخلوعه انها تزيد ترضع وهي حامله، فغاب شويه عليك لان ممكن تكمل في الرضاعه الطبيعيه ديالك وانت حامله بلا حتى شي مشكل. ولكن كاين مجموعه ديال الشروط اللي خصك تلتزم بها. الحاجه التغذيه، خصك تكون عارفه بان مادام انت حامله وكترضع يعني راك مسؤوله على ثلاثه ديال الاشخاص، مسؤوله على الصحه ديالك، مسؤوله على نمو الجنين ديالك، ومسؤوله على الاحتياجات الغذائيه اللي كتقدم للرضيع. فهنا خصك تكون حريصه جدا جدا على انك تاخذ الاحتياجات الغذائيه الكافيه، واحيانا تقدر تكون بشكل مضاعف، تاخذ الخضر بزاف، الفواكه، البروتين، الكالسيوم، الحليب والمشتقات ديالو. ايضا تكون متابعة للحالة الصحية ديالك، يعني كان عندك نقص ديال الحديد او ديال الفيتامينات او ديال الكالسيوم، تاخذ المكملات الغذائية ديالك، تشرب الماء بزاف، السوائل بزاف، فتكون حريصة جدا جدا من هذه النقطة هذه. النقطة الثانية ان الحمل ديالك يكون حمل غير معقد، ما فيش مشاكل، ما تكونش سبق لك دوستي من اجهاضات سابقة، ما تكونش سبق لو وقعت لك ولادة مبكرة، فتكون من النوع ديال السيدات اللي كيكون الحمل ديالهم طبيعي وهادئ وبلا مشاكل وما كاينش فيه تعقيدات. لكن اذا كنتي سبق لك وقعت عندك تعقيدات سابقة في الحمل، وقعت عندك اجهاضات او ولادة مبكرة، فهنا من الغالب ان الطبيب ديالك او الطبيبة ديالك غادي تنصحك بانك توقف الرضاعه. لكن هادشي ما كيمنعش بانك توقفها تدريجيا، يعني ماشي الحليب كيولي لا خطير على الرضيع او الحمل ديالك غادي يتعرض للاشهاق، لا ما كاينش هادشي. هذا شي كله افكار ومعلومات مغلوطه، تقدر توقف او تفطم بشكل تدريجي بلا حتى شي مشكل، بلا خوف، بلا رعب، تفطم طفلك شويه بشويه حتى كتفطمو. امتى السيده خصها تفكر صافي توقف او تفطم؟ استمرت في الرضاعه لبضعه شهور وهي حامله بلا حتى شي مشكل، في الغالب ابتداء من الشهر الخامس او الشهر السادس من الحمل كيبدا الجسم ديال السيده الحامل كينتج ما يسمى باللبأ او داك السائل الاصفر اللي كينزل مباشره بعد الولاده. فهنا شنو كيوقع؟ الكثافه ديال الحليب او الكميه ديال الحليب وايضا المذاق ديالو كيبدا يتغير، ماشي كيصبح مضر، وانما فقط الطعم ديالو كيقدر يبدا يتغير وايضا يقدر يبدا يقلال. فهنا اما كتلقى الرضيع ديالك هو كيفطم نفسه بنفسه لان جاه المذاق ديالو تبدل مختلف عليه، او غادي تشوف الحليب بدا كيقلال كتبدا تفطم طفلك تدريجيا. هادشي ما كيمنعش بان كاين سيدات اللي كيكملوا الرضاعه حتى ما بعد الولاده وكتلقاها باقي كترضع الرضيع الاول وكترضع الرضيع ديالها الجديد ما كاين بلا حتى شي مشكل. طبعا الا كان الرضيع الاول حتى هو باقي صغير، باقي ما كمل سنه، كتوقع كيوقع احيانا، يعني باقي كيكون الطفل باقي صغير بزاف والسيده كتلقى راسها حامله، فما كتبغيش تحرمو حتى هو، تعطيه الحق في الرضاعه الطبيعيه. حنا عارفين
اعظم حاجه ممكن تقدم السيده للطفل ديالها هي الرضاعه الطبيعيه، على الاقل خلال السنه الاولى تكملها لو كامله. فهنا كتستمر الام واخا كتولد كتقدر تبقى كترضع جوج ديال الاطفال ديالها. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. قولوا لي في التعليقات شنو المعلومات اللي كانت عندكم حول هذا الموضوع، واش سبق لكم تحطيتوا في هذا الموقف هذا. حطوا لايك للفيديو اذا عجبكم، وقولوا لي في التعليقات المواضيع اللي تبغيو تشوفوها في القناه مستقبلا. نشوفكم فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.